أهلا وسهلا بأهل العقل والعدل. كتار منكم وبشكركم بتقولوا هيدي حضرة منا برنامج. الحضرة هي بتفك البرمجة، مثل البنت الصغيرة اللي كانت عم ترسم، قالت لأمها شو عم ترسمي؟ قالت عم برسم الله. قالت لأ الله ما له صورة. قالت لأ بعد ما خلصت. وهلأ علي رح يرسم ويقول للصغار والكبار هيدي مشاركة المبدع بهالإبداع. نشوف أولادنا وأحفادنا وكلنا صغار وكبار، كل واحد منا. مش شو عندك هوية وهواية؟ وأنا بالهاوية. شو عندك طاقة بتحب تحطها هون؟ وعلي اللي رح يرسم. يعطيك العافية ست مريم. أهلا. مثل ما قلتي حضرتك انه نحن الهدف من وجودنا هون كمان بالحلقه ونفرجي العالم انه كيف عم نرسم هو لنعطي ثقافه انه العالم تتعود تشاهد الرسام قد ايه بيتعب كمان بالرسمه وقد ايه بيعطينا مشهد حلو كمان لنتاثر فيه والعين ترتاح. فكمان من مثل ما قلت من شهر من خلي نعود الاهل كمان اذا اولادهم عندهم هوايه ينموا لهم اياها ما يدفنوا لهم اياها، لانه هذا يمكن انسان يطلع بالمستقبل يطلع منه كمان ومنه بيتعود على 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 طولة البال والصبر بالحياه، ومنه كمان بيفرغ هالطاقات اللي عنده كلها وبيعمل شيء بينجو للعالم تشوفه وترتاح له. يعني فرق ما يضيع وقته على شيء ما له فايده، هيك بالعكس بيطلع معنا شيء للمستقبل لاهلنا لاولادنا وبضل تذكار. فمثل العادي على طول انا محافظ على نوع الرسم التراث، فمعتمدوا هوية لإلي بالرسم. فعلى طول بحاول إنه أحط شيء من أيام جدودنا اللي هي المطحنة اللي كانوا يطحنوا عليها، المحدلة، البواب القديمة الشبابية، تحس إنه إلها معنى. قبل ممكن ما كنا ننتبه لها أو أهلينا ما كانوا ينتبهوا لهالعفوية هاي اللي كانوا يشتغلوها، بس من خلال الرسمة أوقات ترجعي بتقولي تنتبهي إنه والله هالمشهد هيدا بذكرك بتعطيك ذكريات، بتنبسطي بهالمشهد هذا اللي كان موجود ما كنا ننتبه له. فهلا رح نفرجي مرحله مرحله كيف طريقه الرسم ونخلي المشاهد كمان يتعود معنا على نوع من ثقافه الرسم هيدي ويحترمها اكثر ويقدرها. لانه الفطره خطره ما بدهم، شالوا المحدله شو صارت؟ ورقه التواليت بالحمام. شالوها شو صارت؟ جروشه، دونات، هوت دوغ، كله بلاستيك. حتى هالانسان يصير بلاستيك، اموات بعد ما اندفنوا. فإذا هالطاقة موجودة فينا نرجع نحييها. وبتلاحظي ست مريم إنه كانت قبل هيدي بتعمل جهد عند العالم، كان عندهم جسم يتحرك على طول. طبعاً وقت الواحد عم بيحدول للتاني عم بيجروش. هلا كل شيء صار جاهز، فبتلاقي أجسامهم كانت سليمة، صحتهم منيحة. هلا كوبي بيست كل شيء وسيليكون وفيليكون وشفط ونفط ولفط، صاروا كلهم هيك مثل بعضهم من الشبه 99%. فبس في خبرية بس كنا اليوم نتحدث فيها عن المحدلة. كان إلا بهديك الايام لما كانوا يروحوا من ضيعه لضيعه حدا بده يتجوز كانوا يتباروا بس انه من بيقدر يشيل المحدله ليحطوا يعلموا على اهل العروس انه نحن قبضايا. فعطول بحب بحط باللوحه باي لوحه بحطها وبرسمها انه إلا هيك معنى رمزي. هلا ما بقى في حدا قبضايا، راح لعند الحكيم قال له بدي بس اسالك كيف هيدا، قال له ملك ملك اللي عندك، قال له بس ما بيعرف يوقف لحدا مالك شو نفعه يعني بدك يوقف. سو كانوا زمان رجالنا الرجال رجال والمرأة مرأة، اليوم ما في. يا أشبه الرجال والنساء من ألوف السنين. هذا دليل إنه الجسم السليم بالعقل السليم وبالصحة المنيحة. ما بقى في اليوم بيروحوا عند الدكتور. بدي أخبركم بحلقة مميزة ورح أحكي الحقيقة يلي ما حدا استرجى يقولها بالعالم العربي. حتى عنا رح أذكر الوزير بالاسم. شو عمل؟ انطروا بحلقة خاصة شو عملت روسيا بالعالم العربي، شو عملت بهالشباب وبهالبنات وبهالأطفال، وما حدا من أمة العرب فتح تمه فتحوا. خلص مين بعد بيرسم يعني؟ بيروح بجيب لوحه معموله خاصه بيلزقها على الحائط. ما هيدي هي لانه ما ثقافه اللوحه اللي بتنرسم مش مثل اللوحه اللي عم يجيبوها صاروا من الصين، يعني بتحسي بكل بيت بتلاقيها هي ذات اللوحه.
بس الفرق نحن انه الشغله اللي بنرسمها ما في منها يمكن بالعالم كله الا هاللوحه، لانه شخص اللي رسمها. طبعا ما في شعره مثل الثاني، ما حدا، الله ما خلق حدا مثلك ابدا لا قبل ولا بعد، انت المبدع. ما في ما في اثنين فينجر برينتس مثل بعضهم يا اخوتي، بس هلا كله كوبي بيست، ومن وين ما بتجيب بتلزق يلا من الصين. هالالوان اللي بيقدر الانسان يستعملهم هن بيدلوا عليك انت شو الالوان اللي بتحبها وليش. بسوريا بيقولوا شلونك، انا ما بتلاقوا في شيء لونه اصفر بالبيت، جربته حاولت كم مره ما بقدر. واوقات بيجي حدا بيجيب لي زريعه صفراء بلا، برجع شوي شوي بسال ليش حالي، بعدين ما في شيء اصفر. وقت اللي شفت واحد بيعالج بالالوان قال لي مشكله بالكبد. وهلا صار في مثل ما عم تحكي حضرتك علاج، يعني كيمياء اللون. نعم، بيقدروا كالر ثيرابي، بيقدروا من خلال اللون يعالجوا هالانسان اذا عنده مشاكل نفسيه او شيء بدون ما يلجا للحكيم او للادويه، بيقدروا يعالجوه بهالطريقه. دغري بتشوفوا الالوان هي رينبو اسمه، حطوا رينبو بتشوفوا، بشوف اي لون عندك اقوى اي لون اضعف، وبتنظمه بالاكل مثل الربيع والصيف والخريف والشتاء. الفصول لها الوان كل حلوه كثير تتناغم مع بعضها، هالجسم لازم يتناغم، هيدا نوح والقبطان والجسد والسفينه فينا. فعشان هيك نحن عم ندعي لهالنوع من الهوايات، كانه شعر ولا رسم ولا كتابه، اي نوع هوايه الانسان يعني بحبها انه يتفضلها، بيعمل هالمشاكل كلها بفرغها. بفرغها باشياء مهمه. فما بحاجه لادويه، يعني عم نحكي عن تجربه وقديش مشاكل الحياه وقد معاناه برا مع العالم وبالشغل، وفي ضغوطات كثير بالحياه، فمن خلال الرسم بتحس انه لا عم تعمل شيء. انت بترسم غيرك بدق موسيقى، انا بكتب وبحكي ولساني بلوي وما بقدر ابدا وجها لوجه. بصير بقول ليش العرب شو اللي وصلنا لهون؟ بالاندلس كنا بقمه الرسم وبقمه الفن، وصل العرب يعني حكم العالم بالعلم وبالاخلاق. ليك وين صرنا باي انحطاط هلا؟ هيدي مؤامره وقبلناها، نحن ساهمنا فيها بما كسبت ايدينا. نرجع اولادنا، علم الاولاد، بدك تجرب تعمل شيء مع الاولاد. ايه عندي بنت وصبي، فكل نهار يعني بس كون قاعد بالبيت عم برسم، بيقعدوا حدي وبيرسموا حتى وقت ما يكون عندهم درس كمان، بتلاقيهم عم بيهتموا، يعني انه اول شيء الولد عم بيتاثر، وثاني شيء بتنبسطي لما تشوفي ولد انه ما عم بضيع وقت على شيء، لا عم بيعمل اشياء هو مبسوط منها، وبالعكس وذكريات لها، ويمكن بالمستقبل يطلع منهم كمان رسامين او اي شيء بيقدر كمان هوايته يعمل يفرغها، وهالطاقات هيدي ينتج منها شيء كمان. طبعا وقت الواحد بيقعد مع رسام مش مثل اللي عم بروح يتعلم الرسم بالكتاب، مع انسان طاقه مع طاقه، هي طاقه انرجي. الله ما عنده ايدين غير ايدينا، عم بيرسم من خلالك. قال له اعطيني النايه وغني، يعني نحن وسيلة، بس هالوسيلة يكون فيها الإبداع اللي عندك إياه كل واحد منا. كل واحد يا أخوتي عنده شيء، شوف أنت شو جيت تعمل، هالأمانة حاملها بإيدك، غنى، رسم، موسيقى، أنت شو بدك. كلنا عنا الفنون موجودة، أي طاقة. فان جوخ رسوماته بالملايين اليوم، ما معه ياكل، خيو يعطي بس تياكل، يشتري مثلك ريشه وحبر وما يقدر ياكل، مريض كثير لانه ما بده يا خيو يرسم، قال له عيب، روح دروس اشتغل طلع مصاري. لا ما له قيمه، ما كان عندهم هدف المادي، كان بهمه يرضي نفسه بس انه يعمل شيء له هو، بغض النظر اذا غيره بحب هالنوع من الرسم او هاللوحه، هم انه هو خلص هو راضي عن العمل. فمع الايام صارت العالم تقدر، قدرت شوي هالرسم هيدا، بس يموت من قدره للانسان. كل ما بس يموت بنبلش نبكي عليهم، قال له اعطيني ورده انا وحي ما تحط لي اكليل انا وميت، يعني ما منقدر. برا سبقونا، يعني الشرق والغرب، الشرق بيقدر الفنون والغرب بيقدر العلم التكنولوجيا، بس نحن بعدنا
اللي حكمت العالم العربي بتعرفوا مين، صار في تكريم، قالوا لي بالال بي سي تلفزيون البسي كرموا الواوا بالاول وبعدين جابوا هالشخصيات المخصيه كرمون. كيف بتقبلوا حدا يكرمكم؟ يعني انت افهم مني تتكرمني؟ جائزه نوبل انا معلمي رفضها، قال لهم هيدي اموال المجرم يلي عمل قنبله ذريه انفجارات. بيجوا قال مدري وين هيك الفنانات عنا بيعطون مدري شو هيك تمثيل. طبعا مشان هيك وصلنا لمستوى انه الواوا حكمت العالم العربي. صحيح، هاي الحفلات بيروحوا عليها وبيدفعوا ثمن. نحن وقت بنعمل معرض بندعي العالم مجانا ويا عمي تقعدوا تفرجوا بس، ما منا لا حدا يشتري ولا شيء، وما حدا بيجي بيحضر، ما في تقدير. ف انت عم تعملها لإلك، انا بكتب لإلي بحكي لإلي، نو اكسبكتيشن. بكل العالم العربي 3 مليار مسلم، 20 واحد بس، 3 مليار مسلم 20 مريدين لهالعلم بس، بكل سوريا 2، 300 مليون بمصر وحده، لاني بلبنان نحن 3 أو 4 وما بعرف بيعش حط واحد. ما انك بحاجه لحدا لكتاب خير جليس؟ حكتني بنت قال راح انت تشتري كتاب اسمه خير جليس. ما فيني قلكن يعني اسئله العرب اذا جيت لعندك بحبال، قال اذا اجت لعندي بتحبال. هيدا اللي وصلنا لهالانحطاط لهالجهل. يقعد طفل ولد امه وبيه يقعدوا يرسموا يغنوا يرقصوا يدقوا يلعبوا موسيقى، هيدي بتشيل كثير غضب فينا وحقد وخوف. ترسم انت مثل ما بدك. اليوم مين بده وحده بقى؟ صارت بالتواليت بتمسح فيها ليزك وهالجيروشه، يعني قصص كثير حلوه عن الجيروشه وستنا فاطمه ومين كان يخدمها وقت اللي حررت العبده. قالت له حررتها فيها تجي تخدمني؟ قال لها حررتيها انت تخدميها، يعني كان في ناس يخدموها بتعرفوا منين. هالريشه يعني بتلاحظي كمان بكل لوحه بتلاقي مثلا كل رسام عنده لون هو بيرتاح له، فاذا بيرسموا اثنين نفس المشهد بتلاقي في اختلاف، هلا يمكن نفس الابعاد بس اللون بيختلف، انه هذا دليل انه الانسان شيء من داخله هو عم بيعطيه. هالوقت اللي بيروح رسام يقعد مع رسام نيناتهم عم بيعيشوا، مش الرسمه اللي عمل الرسمه واللي خلق هالكون. في تجاوب من القلب، ما في كلام، بس اذا مشاهد ما بيفهم بالرسم بس رايح كرمال لانه في حفله كوكتيل هونيك وبيشربوا كاس وبيشربوا عرق وبيدخنوا سيجار وبعدين بيزقوا وبيرجعوا بيعطوا جايزه للرسام، هو ما بيفهموا شيء لا بالرسم ولا بالموسيقى، بيطرقوا هالكعب العالي وبيروحوا عاملين ميك اب. شيء بيقرب في مجله بلبنان ما راح اقول اسمها لانه اسمها اذا قلته بقوله بغير شكل. ما صدقت انه في ناس بلبنان فرنساوي المجله علي، اذا بتشوف بناتنا واماتنا واخوتنا ورجالنا والوزير والمعالي والفخامه كلهم، ما صدقت انه هي بلبنان بتطلع علي. بتصور هيدا هون ومع هيديك هيديك وبعمل لك حركه. كل شيء مظاهر صار بقى. يا الله شيء بقرف. عايشين مع الاموات بس بعد ما اندفنا. دعوا الاموات يدفنون بعضهم البعض. هي مؤامرة بتعرف تنحط في الشر أقوى. قال له إلا عبادك الصالحين. وقت بتكونوا بحال هيك عم ترسم عم تقرأ عم تكتب بدق التليفون، أنا بنقص لأني ما بكون هون، بحس حالي بغير مطرح. وما فيكم تقولوا بأمريكا هاو دو يو دو، كيف عم تعمل بالأم العربية كيف الحال؟ تعجبوا بامريكا، نحن ما بنقول لهم، نحن بنقول كيف الحال؟ لكل حال مقال، لكل مقال مقام.
قال في معلم عم بيعلم تلاميذه رسم وهيك، قال له انت وين بتروح بعد ما تخلص الرسم؟ قال له عند احمد ابو حشيش. وانت وين بتروح بس هيك تخلص هلا الرسم؟ قال له عند احمد ابو حشيش. وقال له انت شو بتعمل يعني شو بتعمل وين بتروح؟ قال له بروح بقرا قران. قال له عفيك شو اسمك؟ قال له انا احمد ابو حشيش. لما بتقرا قران هو احمد ابو حشيش كله بيروح، لانه هالانسان اللي عم بيعلمه الرسم مش من قلبه يعني، مدرسه هيك يتعلم، منه رسام. ماديه القصه مش اكثر. معلم بدك مرشد. A master not a teacher. عشان هيك اليوم بتشوفون على التلفزيونات وخصوصا هالال بي سي عيب شو، بعثت له ايميل لبيير الظاهر. ظهار بقى من هاي. كلهم بيعملوا برامج يوغا ومساجات و من الفرشه على الشاشه. طلعوا معي اكثريتهم رح بهدلهم، بس الفرشه اقوى. قال ابو العبد رح امريكا اشتغل 10 سنين تلفن لمرته قال له صار معي 5000 دولار شو عم تعمل هونيك؟ قال له ببيع فرشات وتخوتي وهيك. قالت انا بعملهم بجمعه على الواقف لا فرشه ولا تخت، يعني نابر رجع. شو القصة انه قديش عملت مصاري؟ انا عم بعملهم اكثر. اليوم ما حدا بده هيك فن ابداع، هيدا مش فن، لانه اليوم بس بيقول لي انا فنان يا لطيف. واحد وقفني امبارح ماما مريم، قلت له شو اللي الماما تشوف شو بتعمل؟ قال لي انا فنان. قلت له شو يعني فنان؟ بدوم عنا فنان يعني بشق تحته. شو اي فن؟ قال لي بغني. شو اسمك؟ محمد. قلت له يا معار عليك اسمك محمد بصوت هيك. سكت. سيأتي زمان. قال الحبيب هرج ومرج وغنى والفحش اللي عم بيصير، ما بقى في ابداع. لا كله صار رسم تجريد يعني، مجردين من كل شيء، عم يجردوه صاروا. مع احترامنا للفن يعني، بس انه يكون في موضوع، شيء موجود كان كله، لا صار الوان داخل ببعضها. مين اهم؟ مقدمه ابن خلدون حق 20 دولار او مؤخره بناتنا؟ كل مدخراتنا عم نصرفهم على المؤخرات. هلا هي الامه العربيه ويا بهالقصه، بدنا دمار شامل تتنحل، والا ما رح تنحل الا بدمار الشامل. رح خبركم هلا روسيا شو عملت بنوع خاص، ضربت لبنان وكلنا عم نشخط. وتلفنت لاكثر واحد من هالمخصيين اللي عندهم مراكز، مخصيين مين بده رسام يعني؟ ديوجين بعده عم بفتش على انسان. قال له ما لقيت بس بعدني عم فتش، عامل قنديل وماشي. قل لي ماذا تأكل؟ كان يقول هلا قل لي شو بتفكر؟ قال له روح شوف شو في عندي بهالبيت، تعال قل لي شو شفت. من الكلام اللي بتحكيه بعرف الرسمة اللي عم ترسمها بفكرك بنوييك بجسمك ببيتك. كل واحد بيرسم بطريقة، بالريشة وبالألوان، هيداك بالكلام، هيداك بعمله صادق من إماطة الأذى. قال لهم إلا لا إله إلا الله، كل عمل عبادة، صار عبادة. سكروا قبل مرة على رسم، يعني هلا الوقت قليل بس بتشوفوا يعني انتم فيكم تعملوها باي الوان اللي بتحبوا. يعني قدر الامكان عم نحاول نعطيها حقها للروحها. الاولاد الصغار والكبار انت عم ترسم بالريشه هيك عم بتنظف حالها، مثل المرأة اللي قاعدة على شباكها هيك وقالت له لجوزها ليك جارتنا غسيلها شو وصي؟ نظف الإزاز هو بالبيت عنده، قالت له نظف غسيلها اليوم. قال لها نظفي عيونك إزازك وصي، نظف كل واحد نظف عيناته يقدر يشوف. وقت اللي أنت عم ترسم منك موجود بقى بهالدنيا، بقلبك صرت، القلب عم بيرسم من خلال إيدك. وأنا وقت كون عم بكتب
رح خبركم الكتاب يلي اسمه بولشيت. كتبت كتاب بولشيت وبعته لواحد في لندن خط ايدي، خليت نسخة عندي يلي مهتم فيه هلا الامير تشارلز شخصيا، وعطيه مليون دولار. والنسخة الثانية بعدها معي هون، رح ترجيها حكي انا. اعطيته نص الكتاب، قلت له قل لي اذا استلمته. اجى نص الكتاب. بيقدروا الطاقات اللي موجودة عند، شافوا انه انا اسمي بي سبيس باللغة الاجنبية، باسبور ثاني حملته لحتى ما يخافوا من كلمة مريم ومريم ونوارو وتبهدلوا. قالوا له انه هيدا المشروع، قال له شو بدك تعمل فيه؟ قال له بدي اعمل هيك قرية بسيطة، بيوت قديمة لكل اللي هو عراقي، لكل العراقيين المهجرين. قالوا له لكل الانسان المهجر. تشارلز شخصيا، دار النشر ما بده، هي اول مليون. اجى واحد قال انا بقدم الارض، وبلش سيف علي وغيرهم وغيرهم عم بيشتروا حتى يعملوا هالمدينة قرية. عم بفكروا بالناس اللي غيرهم. ايه، عم بيفكروا بكل الناس يلي عندهم فنون، انت رسام، هداك بيرقص، هداك بيكتب، هداك اهل الفن يلي مشردين ويلي مش مكرمين ومش محترمين، تعوا على هالمدينة الفاضلة يلي فيها فنون. معاقين، شو ما بدك، اهلا وسهلا. قد ما فيهم ما رح يكون فيها الحضارة اللي عملتها الدنيا، عملناها كهرباء وانترنت، منه موجود. ترجع هالحياة. هيدا بيحضر السطح، هيداك الجروشة كله، هيدا بيرسم، هيدا البيوت الزريعة اللي كلها موجودة، كيف تعيش الفصول الطبيعية. يعني بيرسم شيء إنسان هو بيحبه، ما في شيء مش مفروض عليه فرض أبدا. فبدايك إذا عم ترسم شغلة أنت ما بتحبيها، مثل عم تاكل شيء ما بتحبه. في كتير بإيطاليا بنحص الأطباء كتار تركوا الطب، يلي بيشتغل سواق تاكسي يلي هيك اللي هلا عم ببلشوا يرجعوا يشوفوا هن شو بيحبوا، لأنه الطب انفرض عليهم من أهله ليكون ابني دكتور بروسيفور من هن صغار. بابا أنا بحب أرقص، أنا بحب أعبش على الشجرة، أنا بحب أعمل وغني. لا، روح على المدرسة. عم بتعذب تبعتك على المدرسه وعلى الجامعه وبعت الارض عندي تعلمتك، شو معه سيلولير وسوليتير وسيلولير وبليلير وبليلير. هلا ما عندي غير قلبي. شافوا شو هو، شو بحب، شو اللي بداخله؟ ما سمعوا له. الولد بس يحكي بتلاقيه قبل ما يحكي ما بيسترجع، بده يرضي بيه بحس بيعطيه مصاري، بده يرضي امه. والام بتعلمه السياسه، لازم ترضي هاد تيتا بتحبك اكثر مع مصاري. من احنا وصغار، من هو ببطنه صار سياسي، سيسته مثل ما بنسيس الحمير. بس الحمار بده سترينج واحد تجره. الرجال بنعفاص العربي بده ألف وألف سترينج، 50 مليون دولار واحد عربي دفع تعمل سترينج لوحدة كله ألماز ومجوهرات. ركبت الجنس. إذا مر إنسان بحاجة بيقول له الله يعطيك. إيه. هيك بيقول له. وهديك ما لازم يشحد، وهديك ما لازم يعمل هيك. رح فرجيكم واحد تعشوا 8 أشخاص بدبي 106,000 دولار، 8 أشخاص. أنا قال لي الحاكم، قال لي صحيح بياخذ 100,000 بالشهر دولار، بس بيحطهم قبل ما يرجع بلاده، خليهم ياخذوا البنايات معه، رح ياخذوا البنايات. كل من عليها فان، حفاة عراة تتطاول في البنيان، كله بده ينهار. صار الهزة هلا مدري شو الزلزال، بقرا لكم اياها بفرجيكم كيف بالسعودية. قلت لهم هي حقيقة؟ قالوا لي ايه. كله بده يهز، لانه عم بنهز ونلز ونعز. ليزا كله بده يقبس الجيز ويشد حاله ويمشي يدعم العيله ويطرطق. انا جارتي بالطابق السابع هيك بتنزل الاسانسور بتخاف بتطرطق بالصبح، وقفتها اليوم يا اختي قلت لها عيب، طرطق طرطق بالصبح حامله 3 4 جدادين. هي لمين؟ للبوس تبعها بدها ترضي، تغير تيابها هونيك، وإلى مين وإلى مين وإلى، وهي بتطرطق بالصرمية قلبها تخاف. تعال شوفوا بالأشرفية، ما فيني أطلع من البيت، بغطي مناخيري وما في مطرح فيك تقعد، كله بدخن، شيء قرف. شوف بس تجي الألوان كيف تفتح. هي اللوحة لازم يكون فيها توازن بين الضل والنور، يعني قد ايه بتعطي نسبة ضوء، لازم يكون الضل كمان بنفس التوازن بين اللوحة إلى أبعادها، ومشهد يكون واقعي أكثر. مثل اللي بعت ولاده قال مين بدي أعمل منهم ملك من بعدي؟
قال له روحوا عيشوا الفصول كلها وتعالوا خبروني. قال له انا ما حبيت الا الربيع، قال له انا ما حبيت الا الشتاء، قال له ما حبيت الا الخريف، قال له ما حبيت. الطبيعه كلها بتتنير امها، نحن لا، انفصلنا، في فصل لازم يكون في وصل. نحن مجتمعنا تعودنا انه بتلاحظي قبل تنكة النيدو اللي كانوا يشتروها ما يكبوها، يزرعوا فيها. شوفي فبتحسي كمان هيك لها معنى. عندنا هلا بتلاقي الواحد ماري بيمرش ورده، الشجره بحوشها كلها، بكب الارض ما بقى القيمه. فالعفويه اللي كانت عندهم قبل تعودوا من هن صغار انه يعملوا شيء، يزرعوا، ما في شيء له. ما كان عندنا زباله، انا ايامي من 80 سنه بالضيعه ما كبوا، ما كبوا شيء صراحه، ما كبوا شيء، اذا شويه اكل يحطوهم للخروف. الخبزات كمان نفس الشيء، كلنا خبز نعمل فتوش، الخبز اليابس ما كان في شيء ينكب. بعدين اجت الاسم الحضاره، بلا حضره. بروسيا وحده صديقتي قالت لي بس شافوا كياس البلاستيك كانوا يخبوهم، لكن انبسطوا فيه انه يحملوه هيك ويمشوا فيه، كل شيء جديد هيك. بعدين اذا ما شفت حالك، اذا الرحله ما كانت داخليه وشفت انك انت الغني، الغنى الداخلي، هيدي كلها برا لعبه وبتروح. هي الرسم ما حدا عم بيرسمه، هيدا انت من خلالها. كل اللي رسموا الكنايس عم بيقولوا لنا خلص الوقت، بس الوقت الارض الدنيا وين بيخلص، بس هالرسمه ما بتخلص على طول. خليكم انت تكونوا ترسموا علي. واخر كلمه شو بتقولها؟ اخر كلمه بقول انه العالم تقدرنا نحن قبل ما نموت، وتعطينا كمان هيك اهميه، ونتمنى انه كمان اولادهم كمان يعلمون هالنوع من الرسم هذا، ما اكثر من هيك. هلا يا امي بدي اجيب لك همبرجر، هاتو هم بيك بكفيني، بدي اجيب لي همبرجر.